اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. لأي واحد ما عارفش منين يبدأ الفروض، كاينه واحد الطريقة اللي مهمة وخاصك تعرفها إلا بغيتي تعرف شنو خاصك تراجع بالضبط للفروض. منين نبدأ؟ كاينه واحد الحاجة سميتها الإطار المرجعي، وهي اللي كتخليك ترجع لداكشي اللي خاصك انت تعرف بالضبط، سواء في الفرد، سواء في شي موحد، سواء في شي وطني، سواء في شي امتحان جهوي. هاد الحاجة سميتها الإطار المرجعي. بالنسبة للناس اللي عندهم فروض عادية، يكفي أنك تدخل لجوجل وتكتب المستوى ديالك بالضبط، مستوى بالضبط، والمادة بالضبط، وتكتب الفرد بالضبط، واش الفرد الأول إينا دورة، واش الدورة الأولى ولا الدورة الثانية، وكتكتب داكشي بالضبط وكيخرج لك الإطار المرجعي ديال داك الفرد. طريقة الثانية هي طريقة مباشرة، تتمشي عند الأستاذ ديريكت وتتسولو على شنو غادي تحط في الفرد، أو لا شنو هو الإطار المرجعي ديال هاد الفرد هذا. والأستاذ كيعطيك النوع ديال الدروس اللي غيكونوا في هاد الفرد، والنوع ديال التمارين، وكيعطيك مجموعة من المعلومات اللي غتعاونك باش تراجع للفرد في داكشي اللي غيخصك بالضبط، باش ما تشعبش على الفرد، مش تراجع شي حاجة اللي بعيدة على داك الفرد بالضبط. هذه هي المعلومة اللي بغيت نشارك معك اليوم. تلاقاو في الفيديو الجاي، إلى اللقاء. الداعم ديال هاد الحلقة هما المشتركين في العرض ديال الاجتماعيات. هذا عرض ديال الاجتماعيات للناس اللي عندهم باك حر علمي، باك أحرار علمي، أولى باك علمي. هاد الكورس فيه منهجيات والدروس كاملة في هذا المستوى، هذا أولى باك علمي وباك حر علمي، وفيه مصطلحات مشروحة ومميزات للمشتركين في هذا العرض. هذا ممكن لك أنك تشريه وتستفد منه في هذا النمرة أو في الرابط اللي غيكون تحت هذا الفيديو.